مشاهدين أهلا بكم. قبل باب إندي بدء نترحم على روح الفقيد القائد صالح قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري الذي توفي في ظروف غامضة. نحاول تسليط الضوء اليوم على أحد المروحيات الروسية التي يمتلكها الجيش الجزائري، أكبر وأضخم طائرة مروحية في العالم، ميل 126، التي يمتلكها الجيش الجزائري ويسميها الناتو هالو. لقد تم البدء بإنتاج المروحية في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد فشل مشروع تطوير المروحية ميل 112، وسميت أول نماذج من المروحية باسم بروجكت 90 أو مشروع 90 قبل أن يتم تسميتها لاحقا بميل 126. حلق أول نموذج للمروحية في عام 1977، وظهرت المروحية لأول مرة علانية في معرض باريس الجوي عام 1981. في عام 1982 استلم الجيش السوفيتي أول المروحيات لتدخل بشكل كامل في الخدمة في عام 1983. إن هذه المروحية تستطيع حمل شحنة يصل ثقلها إلى 20 طن، كما أنها تستعمل أيضا في حالات نشوب حريق في الغابات، فهي تستطيع حمل 15,000 لتر من الماء. وبالتالي فإن هذه المروحية تستعمل للأغراض العسكرية والأغراض المدنية، وذلك بسبب أبعادها الضخمة. أطلق عليها الطيارون اسم البقرة الطائرة، لأنها إذا وضعت بجانب طائرة بوينغ 737 فستبدو مروحية ميل 126 أطول منها، حيث تصل المساحة الإجمالية التي تغطيها المراوح إلى أكثر من 800 متر. أما ارتفاع المروحية فيعادل ارتفاع منزل مكون من 3 طوابق. إن وزنها الإجمالي 126 تساوي قدرة حمل الطائرة الأمريكية C-130، وتبلغ أبعاد مقصورة الحمولة في المروحية كالتالي: 12 متراً طولاً، 3.2 متراً عرضاً، 2.9 متر ارتفاعاً. وعلى هذا الأساس تستطيع المروحية حمل عربتين عسكريتين وزن كل واحدة منهما 9 طن، أو حمل 80 جنديا. بعض المصادر تقول إن بإمكانها حمل 90 جنديا بكامل تجهيزاته، أو حمل 60 حمالة للجرحى. وفي سنة 2002 قدمت هذه المروحيات المساعدة للقوات المسلحة الأمريكية، فقد قامت ميل 126 بنقل طائرة بوينغ CH-47 شينوك التي سقطت بعد تعرضها للإصابة في مناطق نائية في أفغانستان إلى قاعدة بغرام العسكرية الأمريكي، علما بأن هذه الطائرة تعد أثقل مروحية في سلاح الطيران الأمريكي، وقد أطلق عليها اسم العربة الطائرة. وجديراً بالذكر أن جميع المروحيات الأمريكية الثقيلة التي تم إنتاجها لم تتمكن أبداً من منافسة ميل 126 من حيث الإمكانيات.
تعتبر دولة الهند أول دولة اشترت ميلمي 26، حيث تصل تكلفتها من 10 مليون دولار إلى 12 مليون دولار. إن المروحية تمتلك مروحية رئيسية عملاقة ذات 8 شفرات، طول كل شفرة 32 مترا. المروحية تمتلك نظام للغيار فريد من نوعه، مزودا بحساسات لمعرفة وزن الإقلاع. إن المروحية السوفياتية ميلمي 26 قادرة أيضاً على سحب معدات خارجية بواسطة سلك رفيع يرتبط بمحور المروحية الرئيسية. المروحية مجهزة بكاميرات من أجل مراقبة الحمولة الخارجية. إن مقصورة الطاقم والحمولة مكيف. المروحية تمتلك خاصية الطيار الآلي ونظام أوتوماتيكي، وذلك لتعزيز استقرار طيران المروحية. إن المروحية غير مسلحة. مزايا المحرك: إن المروحية تحمل محركين عملاقين نوع ZMTB Progress D136، وتبلغ قدرة كل محرك 10,000 حصان. المحركات مصنوعة من مادة التيتانيوم من أجل منع احتراقها، أما شفرات المروحية الرئيسية والخلفية فمصنوعة من مزيج من المواد المركبة وسبيكة الألمنيوم، باستثناء رأس المروحية فمصنوع من التيتانيوم. كان تاريخ دخول الخدمة للمروحية سنة 1982. الطاقم: إن الطاقم مكون من 5 طيارين ومساعد طيار وملاح ومهندس فني. الوزن وهي فارغة 28.2 طن. الوزن الأقصى للإقلاع 56 طن. الطول 40 متر. قطر المروحة الرئيسي 32 متر. الارتفاع 8.14 متر. السرعة القصوى 295 كم/ساعة. المدى العملياتي 1920 كم. الدول المالكة لهذه المروحية: من بين هذه الدول التي تملك هذه المروحية روسيا، الجزائر، بيلاروسيا، أوكرانيا، الكونغو، البيرو، المكسيك، كمبوديا، غينيا الاستوائية، كازاخستان، الهند، كوريا الشمالية، وفنزويلا. Thank you.
شكرا لك عزيزي المشاهد لمتابعة هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو أدعمونا بلايك وأمتعونا باشتراك للقناة. شكرا لكم.